إلى الشأن الصحي، ستنطلق عملية التلقيح ضد البوحمرون، النكاف والحصبة لرضع المندرجين ضمن رزنامة التلقيح الجديدة ابتداء من يوم 24 مارس المقبل. على أن تنطلق خلال الأيام المقبلة عملية التلقيح ضد البوحمرون والحصبة في المؤسسات التربوية. صبرين أبو عبلة. استورد مخبر باستور 1,500,000 جرعة لقاح إغوير، وهو لقاح ضد الحصبة، البوحمرون والنكاف. تبدأ عملية توزيع اللقاح ابتداءً من الفاتح مارس المقبل، وذلك على مستوى جميع المؤسسات الصحية، على أن تمس عملية التلقيح الأطفال الذين سيبلغون 11 شهراً في 24 من شهر مارس. Pour le moment, au niveau de la direction commerciale, on a 1,500,000 doses. وتبدأ التوزيع ابتداء من أول مارس. باش يقدر تكون لا فاكسيناسيون او سادير لي ستركتور دو سانتي فون سو دوتي دو سو فاكسان باش تبدا لا فاكسيناسيون ا بارتير دو 24 مارس 2017. وقبيل انطلاق عمليه تلقيح الرضع باللقاح الجديد، سيخضع جميع التلاميذ المتمدرسون الى التلقيح ضد البوحمرون والحصبة الالمانيه بلقاح الار ار ابتداء من شهر مارس المقبل. انطلقت عملية توزيع لقاح ار ار سي روجول روبيول يوم الحد اللي فات، كاين 7 مليون دو دوز، وهو اللي ديستيني اوز انفون دو 6 à 14 ans. ادراج اللقاحات الجديده التي تحمي الاطفال من الحصبه، البوحمرون والنكاف تندرج ضمن برنامج اللقاحات الجديده لحمايه الملقحين من الامراض التي قد تلحق بهم كتشوه الجنين عند النساء والعقم عند الرجال.